البرنامج التالي وهو تسليم الذكريات من مدير المعهد إلى الأستاذ قشيري فعليه فليتفضل مشكورا. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata oleh pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Romo Kiai Al-Haj Al-Yakin Sajdah Quran kepada Ustadz Ahmad Qusyari Ismail selaku muallif Al-Miftah Lil Ulum Sidogiri. Kepada beliau kami haturkan. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Al-Haj Abu Bakar. Kepada beliau kami haturkan. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا وإلى أولادنا وإلى طلابنا حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس واجعلنا وإياهم سببا لمن اهتدى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بأسرار الفاتحة. Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pula acara haflah Irtiqaul Mustawa dan Hataman Al-Miftah Al-Ulum pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.